من زمان والناس كلها بتتكلم على حلاوه وعلى جمال الكره الهولنديه، طبعا بدايه من الاسطوره، يمكن بعتقد انه يمكن اهم لاعب جه في تاريخ هولندا يوهان كرويف. لكن انا لما ابتديت اتفرج على هولندا ابتديت اتفرج عليها سنه 88، كان فريق عظيم جدا، جاب بطوله امم اوروبا وقدم للعالم ثلاثي مرعب. قابلنا في كاس العالم 90 فرانك ريكارد، فان باستن، ورود خوليت. الثلاثه دول كانوا بدايه علاقتي بالكره الهولنديه، ومن هنا حبيت الكره الهولنديه وابتديت اتابعها. وعلى مدار سنين طويله جدا جه عدد كبير جدا من النجوم، قول زي ما انت عايز باتريك كلايفت، مارك اوفر مارس، دينيس بيركامب، سيدورف، وغيرهم وغيرهم كتير من النجوم، وصولا بقى للي يمكن لحيناهم قريب جدا، اريل روبن شنايدر، وغيرهم من نجوم الكره الهولنديه. خلينا نتكلم اكتر عنهم، ونتكلم كمان بشكل ادق عن حراسه المرمى في هولندا، لانها مدرسه مميزه جدا. هيكون معايا دلوقتي على شاشه الاهلي بوي دي يونج، مدرب حراس المرمى في فريق فاينورد الهولندي. بدايه طبعا شكرا على ظهورك على شاشه الاهلي، و برحب بيك معانا في السادسه. انا سعيد جدا لانضمامي معكم. بدايه يعني انا يمكن كنت بتكلم على عدد كبير من النجوم اللي قدمتهم الكره الهولنديه، وعلى مستوى حراسه المرمى يمكن ما اقدرش انسى فان بروكلين، حارس مرمى منتخب هولندا اللي واجه منتخب مصر في كاس العالم. ما اقدرش انسى واحد من اهم الاسماء على مدار التاريخ كله، طبعا حارس مرمى مانشستر يونايتد فان دير سار. لكن في الفترة الأخيرة غابت الكرة الهولندية عن تقديم نجوم جدد، من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ حسنا، أنا أستطيع أن أقول أن لدينا حراس جيدين، ولكن ليس كما كان في السابق، ولكن لدينا الآن أكاديميات ومدارس نحاول أن نطور مستوى حراس المرمى. في هذه اللحظة ليس كما كان في السابق، لكن لدينا الآن فرانز هوك، لدينا مدرب حراس مرمى كبير جدا للفريق الأول لكرة القدم، وأستطيع أن أقول أنه استطاع أن يطور كثيرا من أداء حراس المرمى في المنتخب. نحن نحاول بأقصى جهدنا مع الجيل الحالي لإعداد حراس مرمى للمستقبل، وأن نجعل حراس المرمى في المصاف الأولى لحراس المرمى في العالم. إيه هي مقومات حارس المرمى الجيد من وجهة نظرك؟ وإيه العناصر اللي أنت بتعتمد عليها وأنت بتختار أو أنت بتقيم موهبة في حراسة المرمى؟ أهم شيء يجب أن يتوفر في حارس المرمى هو رؤيته للملعب وكيف يرى الملعب من مركزه. كما نرى الآن حراس مرمى ليفربول ومانشستر سيتي، تجد أن لاعب حارس المرمى هو لاعب كرة جيد، يستطيع أن يلعب الكرة، لديه رؤية جيدة للملعب. ليس فقط حارس المرمى الآن يستطيع أن يتصدى للكرات فقط، ولكن يجب أن يكون لاعبا جيدا. حارس المرمى الآن يجب أن يكون مكملا للهجمات، يجب أن يكون تبدأ الهجمة من حارس المرمى في الكرة الحديثة. حارس المرمى جزء مهم تكتيكيا في خطة أي فريق. لو كلمتك على حارس المرمى المتميز، لأي مدى لابد أن تتوافر فيه الموهبة، ولأي مدى في حاجات تانية أو عناصر تانية ممكن أن هو يكتسبها بالتدريب؟ حسن، الجميع يشتكي بخصوص الطول وطول حارس المرمى، ولكن أنا بالنسبة لي يجب على حارس المرمى أن يكون مركزا طوال الوقت، وأن يكون قارئ جيد للمباراة، وأن يكون أسرع مما كان من قبل. فالكرة تتطور والكرة تصبح أسرع وأسرع مما كان، فبالتالي حارس المرمى يجب عليها أن يكون أكثر تميزا وأكثر سرعة، يجب أن يكون ملاحظا جيدا في المباراة، يجب أن يقرأ المباراة أفضل ويتفهم الموقف وما يدور حوله بشكل أفضل.
فأعتقد أن حارس المرمى أيضا يجب أن يكون لائقا بدنيا، يجب أن يكون في حالة بدنية ممتازة. فهذه هي المواصفات التي أعتقدها. هل تابعت أو هل تعرف، مش بس دلوقتي يعني حتى قبل كده، هل تابعت حراس مرمى مصريين؟ هل لفت نظرك مستواهم؟ مين الاسم اللي ممكن يكون حاضر في ذهنك دلوقتي؟ ليس بالفعل، ربما حارسان لمنتخب مصر من قبل لكن ليس بالفعل. مين افضل على مستوى العالم من وجهه نظر بوي دي يونغ في حراسه المرمى دلوقتي؟ لو طلبت منك تختار او تحدد ثلاث اسماء. في هذه اللحظه استطيع ان اقول مانويل نوير واليسون باكر وإيدرسون أيضا من مانشستر سيتي، هم الثلاثة، هم أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم في هذه اللحظة حسب ما أعتقد. تستطيع أن ترى أداءهم في الملعب من الخلف للأمام، يعتبروا ليسوا فقط حراس مرمى ولكن لاعبي كرة قدم جيدين، يستطيع أن يبدأوا الهجمات. فهؤلاء أميز ثلاثة حراس مرمى في العالم الآن. لو كلمتك على المنتخب الهولندي، طبعا يعني العالم كله يعرف قيمة المنتخب الهولندي ويسمع عن الطاحونة الهولندية، انتوا أصحاب مدرسة كرة ممتعة للغاية، هل شايف انه الجيل الحالي قادر على انه يقدم الكرة الهولندية ويقدم عروض مع المنتخب الهولندي بالشكل المميز وبالشكل القوي، ولا لسه احنا بنتكلم على جيل جديد قدامه يعني، او محتاج وقت أطول من كده شوية؟ لدينا أسماء كبيرة في المنتخب الآن، لكن أعتقد أنه لازال لديهم الوقت، لدينا لاعبين شباب ليحظوا بالمزيد من الخبرة، خصوصا في المباريات الأوروبية على مستوى القارات. فأعتقد أن اللاعبين جيدين في هذه اللحظة، ولكن ليكونوا متميزين كما كان في الماضي يحتاجون لوقت أطول، ليكونوا الأفضل في العالم كما كان من قبل تحتاج لاحتكاكات مثل كأس العالم وأمم أوروبا. فأعتقد أن هذه الاحتكاكات ستزيدهم خبرة وستجعلهم في مستوى الدول الكبرى مرة أخرى. لو كلمتك على نادي فاينورد وعلى الأندية الهولندية، يمكن كان لينا أكثر من لاعب مصري كان ليهم تجربة احتراف في الدوري الهولندي، منهم كان حارس المرمى شريف إكرامي، منهم طبعا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر حسام غالي، أعتقد كمان حازم إمام لعب لفترة في أحد الفرق الهولندية على ما أتذكر جرافشاب تقريبا يعني. ليه ما تكررتش تجربة الأندية الهولندية مع اللاعبين المصريين، وخصوصا أنه الجيل الجديد تألق، ويمكن محمد صلاح مع ليفربول يعني أعتقد قدم عروض كويسة جدا عن اللاعب المصري. أعتقد بالفعل كما قلت محمد صلاح هو الأفضل في هذه اللحظة، ولكن أعتقد أن أهم شيء هو مما يجعل الأمر صعب على اللاعبين العرب والمصريين. أعتقد أن الأندية الأوروبية تنظر بالفعل إلى اللاعبين المصريين، ولكن الأمر مكلف جدا بالنسبة للأندية الهولندية أن توقع مع لاعبين من خارج أوروبا، فالميزانيات الآن أقل بكثير. فأعتقد أن توقيع لاعب مصري يكون نجم فريقي يكون الأمر مكلف بالنسبة للأندية الهولندية، وهذا الأمر تنظر الأندية الهولندية إلى خيارات أقل من جهة المالية، ولكن في إنجلترا كما ترى وفي بعض الدورات الأخرى تجد الأموال متوفرة ويستطيع أن يشتروا لاعبين مثل محمد صلاح، وهذا مما يجعل الأمر صعب على الأندية الهولندية أن توقع مع لاعبين متميزين في الدوريات خارج أوروبا. النهاردة جولة الحسم في الشامبيونز ليج، من وجهة نظرك مين الأقرب لتحقيق البطولة السنة دي في الموسم ده، بطولة دوري أبطال أوروبا، وإمتى ممكن نشوف نادي هولندي بيتوج باللقب أو بلقب حتى اليوروبا ليج؟ أعتقد أن ليفربول لديه أكبر فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، هم الآن في أعلى مستوى لهم ويؤدون بشكل كبير،
لديهم حارس مرمى قوي جدا، لديهم لاعبين مميزين في جميع الخطوط، لديهم في الدفاع فان دايك، ولديهم لاعبين رائعين. هو أكبر نادي لديه فرصة في الفوز بدوري الأبطال. ولكن كما ترى أن الكرة الهولندية الآن تتطور أكثر فأكثر، ولدينا أمثلة ينافسون الآن في دوري الأبطال، ولكن والحال يتحسن في الفترة الأخيرة، ولكن نحتاج إلى مزيد من السنوات لنصل لمستوى متطور أكبر لننافس ونستطيع أن نقول أننا نستطيع أن نفوز بدوري أبطال أوروبا بهذه الطريقة. يعني من وجهة نظرك طبعا كمدرب حراس لشباب فاينورد الهولندي، يهمني أختم لقائي معك بأنك توجه يعني خلينا نقول أهم ثلاث نصائح لأي حارس مرمى بيتابعنا دلوقتي، إيه اللي تحب تقوله له وإزاي يقدر يكون عنده القدرة دايما على أنه هو يطور من مستواه؟ أهم شيء أستطيع أن أقوله للاعبين الشباب، حراس المرمى الشباب، استثمر في نفسك، تدرب وتمرن أكثر ما تستطيع، ويجب عليك أن تعرف ما تفعله، يجب أن تهتم بالفنيات حراسة المرمى، يجب عليك استخدم هذا التمرين في مبارياتك، وكل حراس المرمى في نفس المستوى، إلا من يستطيع أن يعمل على نفسه ويستطيع أن يجد طريقته الخاصة في حراسة المرمى. فحراسة المرمى تتطلب صبرا فحارس المرمى في المتوسط يكون في عمل 24 أو 25 يكون في ذروة تقدمه. فالآن حراسة المرمى تحتاج فنيات أكثر وتحتاج لسرعة أكبر وتحتاج لتمرين يومي. فحاول كحارس شاب أن تركز، ويجب أن تكون مستعدا ذهنيا وقويا ذهنيا وترسم خطة خاصة بك وتلتزم بهذه الخطة، فبالتالي ستكون حارس مرمى ناجح في المستقبل. أفضل حارس مرمى من وجهة نظرك شفته على مدار التاريخ كله؟ بالنسبة لي فان دير سار هو أفضل حارس مرمى في التاريخ. فإدوين كحارس مرمى وبالنسبة لي كمدرب حراس مرمى هو حارس رائع وهادئ، قائد في الخلف، وأعتقد أنه كان أفضل حارس مرمى في التاريخ، ولديه كل المقومات التي يحتاجها حارس المرمى بالنسبة لي. صحيح. باي دي يونغ مدرب حراس المرمى شباب في فاينورد الهولندي، بشكرك جدا على وقتك وعلى مشاركتك معنا في السادسة، وكل التوفيق للكرة الهولندية طبعا في كأس العالم. كرة ممتعة وكرة ليها معجبينها.